طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن رؤية تطوير هذه المنطقة. بينضم إلينا عبر الهاتف المهندس أسامة إسماعيل المنسق العام لصندوق التنمية الحضرية. باشمهندس أسامة، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. لو شفنا يعني أو كلمنا عن رؤية أولية محطوطة لتطوير منطقة مستعمرة الجزام يا فندم، اتفضل. أهلا بحضرتك. إحنا بس الرؤيه احنا على وشك نخلصها خلاص. احنا عملنا زياره تفقديه الاول وبدانا نشوف الوضع الراهن ايه الموجود، ونشوف الناس ونشوف المستشفى ونشوف وضع المنطقه كاملا في ايه. طيب يمكن وحضرتك بتتكلم على وضع المنطقه برضو، لو نحط الناس في الصوره عشان نعرف على اساسه الخطوات اللي حضراتكم هتبداوا فيها. منطقه او نكمل على منطقه مستعمرات الجزام، هي منطقه كبيره فيها مستشفى، فيها ثلاث عنابر، فيها اراضي زراعيه، فيها مجمع سكني اسمه عزبه عبد المنعم رياض، الشهير عبد المنعم رياض، فيها كمان مرمى للنفايات. كل الكلام ده كله احنا حصرناه ورصدناه، ودلوقتي دي اول زياره، وبعد كده هنخش في الاجراءات المتتاليه وهنحاول نسرع الموضوع على قد ما نقدر. احنا نحاول نطور المنطقه في اسرع وقت. طيب يعني ايه الاجراءات بعد الرصد باشمهندس اسامه؟ هتبداوا مثلا على سبيل المثال بالمستشفى، هل حددتوا اولوياتكم؟ حضرتك المشروع زي ده هو مشروع متكامل، مش هنقول مستشفى او مباني او اراضي زراعيه، لا هناخد الفكره كامله. هنعمل فكره كامله للمنطقه كلها، هنراعي المستشفى، هنشوف المباني اللي الناس قاعده فيها، هنشوف الاراضي الزراعيه، هنشوف كمان المساحات الفاضيه، هنشوف المنطقه محتاجه ايه بالظبط. الحاجات دي كلها في دراسات اوليه لازم نخلصها في اسرع وقت، عشان فعليا احنا هنبدا نخش في تطوير المنطقه في اسرع وقت. زي ما بنشتغل في اي مشروع بنشتغله. فحضرتك اقول لحضرتك مثال، مثلا يعني في افدنه من الاراضي الزراعيه موجوده في المنطقه، مزروعه مانجا وتين شوكي مثلا، كلها مهمله خالص، فلازم هنراعي الحته دي بسرعه في اسرع وقت. في حاجه ثانيه، المستشفى زي ما حضرتك قلتي، المستشفى من سنه 1923 ما فيش فيها اي تطوير خالص، وهي عباره عن عنابر قديمه وتحتاج الى ترميم، وفيها ثلاث اقسام، قسم الاداره، قسم الرجال، وقسم السيدات، وفيها ناس بتعالج جوه لغايه الوقت، وهم عددهم قليل جدا، بس لسه المستشفى عايزه برضك تطوير في نفس الوقت. طيب المفيده بالنسبه لنا، اتفضل يا باشمهندس. الحاجه المفيده بالنسبه لنا للمنطقه ان احنا لقينا مثلا في محطه محولات، في العزبه شهاده عاملينها مولات، في ميه، في صرف صحي، ما فيش صرف صحي. خدنا الحاجات الاوليه وهنبدا نخش في دراسات ورفع العمراني ورفع المساحه للمنطقه كلها. طيب باشمهندس اسامه، واحنا بنتكلم على اي مشاريع بتخص تطوير، بتخص مشروع قومي كبير زي مستعمره الجزام في الاليوبيه، احنا لازم نتكلم عن جداول زمنيه. حضراتكم عملتوا جوله تفقديه، اكيد حطيتوا جدول زمني من الممكن ان احنا نقول فيه ربما البدء في هذا المشروع، وهيستغرق من حضراتكم وقت قد ايه؟ بص حضرتك، اكيد حضرتك عارفه ان صندوق تطوير عشوائيات اللي اتحول بقى صندوق التنميه الحضريه، احنا البرنامج الزمني بالنسبه لنا هو ساعات وليس ايام، يعني ايام وايام وساعات وليس شهور وكده. فاحنا احنا الزياره التفقديه ديت كانت من يوم اول امبارح، النهارده في رفع مساحي بيتعمل للمنطقه من قبل المحافظه. في خلال ايام هيكون عندنا المعلومات كامله، هنبدا نعرض الموضوع، هنشوف الفكره اللي هنحطها ايه. اصل احنا لازم نراعي جميع الابعاد اللي موجوده في المنطقه، مش هنقولها اشتغل في ده او في ده او في ده. الايام دي كلها ساعات، وحضرتك هنوصل لمنتج نعرضه على رئيس مجلس الوزراء، المهندس خالد صديق المدير رئيس صندوق التنميه الحضريه، هيعرضه على رئيس مجلس الوزراء، نبدا نخش في الاجراءات مباشره ان شاء الله. وقت. اظن ايام، يعني اظن اقل من ايام كمان ان شاء الله. المهندس اسامه اسماعيل المنسق العام لصندوق التنميه الحضريه، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات.